منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب جنوب افريقيا. خلوني ارحب بضيفي العزيز دكتور احمد ثابت. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام. خلينا نخش سريعا على المواجهات اللي ما بين، تعمل لنا مواجهتين النهارده ما بين محمد صلاح نادي ليفربول ومنتخبنا الوطني، وبيرسي تاو برايتون الانجليزي. اخطر لاعب هنا واخطر لاعب هنا. يمكن اخطر لاعب في منتخب مصر طبعا محمد صلاح وكقيمه تسويقيه طبعا، واخطر لاعب عندهم بيرسي تاو نجم منتخب جنوب افريقيا. يمكن بيرسي تاو عنده 25 سنه، محمد صلاح عنده 27 سنه، الاثنين لعبوا 3 مباريات في البطوله. بيرسي تاو ما جابش ولا جون ولكن عنده صنع هدف واحد، محمد صلاح احرز هدفين. بالنسبه لصناعه الفرص، محمد صلاح صنع 3 فرص، بيرسي تاو فرصتين. محمد صلاح اكتر لاعب راح على الجون في خلال دور المجموعات في البطوله كلها، عمل 15 محاوله على المرمى. محمد صلاح أوكي. يمكن ده الرقم المميز جدا لصلاح، ان هو دايما بيروح على الجون كتير. 15 محاوله اون تارجت، لا النص، 53% هم اللي اون تارجت. أوكي. يعني تقريبا النص. مراوغات ناجحه 5، بيرسي تاو مستو في المهاره. أوكي. يعني هو ما راحش على الجون كتير زي صلاح، راح 5 محاولات بس. مراوغات ناجحه اعلى من محمد صلاح، عامل 6 مراوغات ناجحه. مستو كمان ايه في الدور الدفاعي، الدور الدفاعي واضحه في التاكلينج، يعني التاكلينج 7، التدخلات الدفاعيه 6. يمكن هم بيلعبوا النهارده المدرب باكستر مغير طريقه اللعب، هم دايما بيلعبوا 4 4 1 4 4 1 1 او 4 4 2. النهارده هم غيرها، بيامن قدام منتخب مصر بيلعب ب3 ارتكاز، الاربعه اللي ورا اللي هم. قبل بس ما نروح للخطه وللطريقه، اهم ما يميز بيرسي تاو وخطورته. بيرسي تاو هو اهم لعيب في منتخب جنوب افريقيا. اولا هو نقطه التحول، رغم من عدم احرازه غير هدف وحيد، لكن هو مصدر الازعاج النهارده بيرسي تاو. بيرسي تاو هو نقطه التحول بتاعتهم من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. خطورته ان هو دايما بيلعب دايما بالقدم اليسرى، لعيب حريف قوي وبيخش وبيشوط للعمق زي صلاح. زي صلاح بالظبط، بس هو يعني صانع العاب اكتر من صلاح. صلاح بيتحول كمهاجم تاني اكتر. بيرسي تاو لا، بيخش للعمق. يعني احنا لو شفنا الصور، في صور معانا برضو لو عرضناها هنلاقي ان بيرسي تاو بيدخل العمق وبيسدد. ايوه لعيب مميز جدا جدا هيلعب. ادي اول صوره اهي. أيوه. دي بيرسي تاو قدام المغرب. المغرب دي واضحه، عدى من 3 لعيبه. والصوره اللي بعدها بقى هنلاقيه دخل لجوه وراح شايط. يعني بص حضرتك شوف وصل لفين. لعيب مهاري، لعيب مهم جدا بيرسي تاو. هنلاقيه النهارده بيلعب ناحيه اليمين، ناحيه ايمن اشرف، لعيب مميز جدا. ده يمكن اخطر لعيب عنده. مكانه فين النهارده؟ وريه لنا، تعالى لنا سمير تاني. النهارده هو بيلعب ناحيه اليمين. وريه لنا احمد كده لو سمحت. ناحيه اليمين هو بيلعب ناحيه. انت بتقول ان هو مغير طريقه اللعب. بيلعب 4-3-3. الحارس ويليامز بيلعب في سوبر سبورت، عنده 27 سنه، ده الحارس الاساسي بتاعهم. الاثنين اللي ورا مساكين بتوع بيدفست ويتس اللي احنا كنا قابلناهم قبل كده النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. الاثنين المساكين هالات شواي، ده عنده 29 سنه، وماخاوانزي 29 سنه. واضح ان هم كبار في السن، عندهم مشاكل. يعني 29 سنه كبير في السن، يعني كبار شويه بالنسبه لهم. باكين، باك رايت وباك ليفت، والثلاثه في وسط الملعب. ورينا على الطريقه على طول. ماشي. مخيزي الباك اليمين عنده 30 سنه برضه، بيلعب في كاب تاون سيتي. هالانتي بيلعب في بيدفست 29 سنه، كلهم 29 30 سنه. 30. اذا مفيش حد فيهم شاب نوعا ما، 22 23 كلهم ايه خبرات. اوكي. هو كان بيلعب 4 4 2 4 4 1 1 او 1 1 خلال المباريات السابقه. غير طريقه لعبه النهارده. النهارده بيلعب بقى ب3 ارتكاز. ماكوجو اللي هو بيلعب في انجلترا، رقم 8 زونوجو، وده واحد من اخطر اللعيبه، يعني تاني اخطر لاعب في فريق جنوب افريقيا رقم 8 زونوجو. نتابعه لانه هو لعيب مميز قوي. احنا في مقارنه ما بينه وما بين النني لو عرضناها هنلاقي ارقامه. بيلعب ايه زونوجو؟ هو زونوجو بيلعب ارتكاز مساند، بوكس ارتكاز مساند، بس بيروح كتير لقدام. لانه هو جايب هدف. بس ان هو بيلعب تحت الراس زي عمرو السوليه كده، او صالح جمعه عندنا بالزبط. زي صالح جمعه ممكن بيخش كده بيزيد، يعني نفس الفكره بالظبط. اللي دخل بقى النهارده فورمان جديد، 31 سنه، بيلعب في سوبر سبورت يونايتد. الثلاثه الارتكاز عندهم بيرسي تاو ناحيه اليمين، والجناح الجديد لان هم عندهم اللي هو لعيب هيغيب اللي هو بيلعب في سان داونز، لعيب مهم اللي هو زوانيه، فدخل مكانه لورش، لعيب اسمه لورش بيلبس رقم 23 التيشيرت بتاعه، بيلعب في اورلاندو بايرتس. ده يمكن اول او ثاني مباراه يبداها، بدا مباراه كاحتياطي والنهارده هو سريع. وراس حربه وحيد، وراس حربه وحيد اللي هو موتيبا اللي هو بيلعب في ستراسبورج الفرنسي. يمكن ميزه موتيبا ان هو يعني ايه مميز قوي بالالتحامات الهوائيه. احنا هنعرف دلوقتي ايه الفرق ما بين موتيبا وما بين مروان محسن. يمكن لو عملنا المقارنه ما بينه وما بين مروان محسن هنلاقي ان موتيبا هم بيعتمدوا على الكره الانجليزيه، يعني ايه المدرب بتاعهم انجليزي بيعتمد دايما على التمرير الطولي، وموتيبا ده هو اللي بيحضر الهجمه. ايوه يمكن هو اللي بيحضروا عليه الهجمه من تحت. يعني ايه بتمرير طولي الكره بتتلعب له،
بتوصل لموتيبا بيحضروا عليها الكره من تحت. نعم. ادي الارقام قدامنا اهو بتاعته، هنبص نلاقي ان هو لعب 3 مباريات ومروان لعب 3. بس مروان مره منهم بديل، الاثنين ما جابوش ولا هدف. موتيبا صنع فرصه واحده، مروان صنع فرصتين. اهم رقم فاز بالتحامات هوائيه، هنلاقي موتيبا فاز ب 14 التحام هوائي، رقم كبير جدا. 14 التحام هوائي في 3 مباريات، دليل ان المهاجم ده مميز بحته تحضير الهجمه، حته الالتحام الهوائي، بيكسب الكره دايما. فاذا احمد حجازي ومحمود علاء عليهم دور كبير جدا في الفوز بالالتحام الهوائي او الكرات العاليه مع موتيبا. اما مروان فاز ب 8، مروان عدد محاولاته في البطوله 3 محاولات، موتيبا 4 محاولات. يمكن الاثنين قريبين من بعض في الارقام، ولكن موتيبا بيتفوق في الالتحامات الهوائيه. وزي ما قلنا هم بيعتمدوا على الكره الانجليزيه، ان انت بتعمل تمرير طولي، المهاجم بيحضر للي جاي من تحت اللي هو بيرسي تاو تحديدا. تمام. معانا بعد كده تريزيجيه وفيلاكازي. فيلاكازي ده يمكن ممكن نشوفه في الشوط الثاني. فيلاكازي اللي هو رقم 17 اللي قدامنا على الشاشه، يمكن تريزيجيه طبعا واحد من افضل اللعيبه في البطوله. خلينا نتكلم عن تريزيجيه. تريزيجيه واحد من افضل اللعيبه في منتخب مصر مع محمد الشناوي. بصراحه تريزيجيه بيقدم بطوله مثاليه، والرقم المميز لتريزيجيه في البطوله ان هو اكتر لاعب في منتخب مصر صنع فرص. تريزيجيه صنع 6 فرص، هو مصدر خطوره منتخب مصر. ايوه، صنع 6 فرص. اما فيلاكازي صنع 3. تريزيجيه كمان راح على الجون 6 محاولات على المرمى بنسبه 50%. أيوة. في 3 مباريات لعبهم، يعني بيروح في المباراه محاولتين. تريزيجيه زي ما قلنا اعلى لاعب في المنتخب، وتاني اعلى لاعب في البطوله في المراوغات الناجحه. بيفوت في 1-1، عنده 12 مراوغه ناجحه. رقم كبير لتريزيجيه. تريزيجيه بينضج، واعتقد ان هو بيستحق ان هو يروح فريق في الدوري الانجليزي بعد البطوله. تمام. خلينا نروح بقى لاهم الثغرات اللي موجوده في منتخب جنوب افريقيا. كيف يمكن ان يستغل يعني اهم الثغرات، وكيف يمكن استغلالها من قبل المدير الفني؟ هم عندهم مشكلتين. انا بس في نقطه عايز اقولها، ان حارس المرمى بتاعهم بيلعب برجله زي ما لعيب حريف بيلعب، وبالتالي هو كل الكرات طالعه من رجله مظبوطه لحد من دايما بيلعبوا ورا الاثنين الباكين بتوعنا، او يعني الاثنين الباكين، وبيلعبها لواحد منهم. فلازم نخلي بالنا من النقطه دي، وبالتالي اهم الثغرات اللي موجوده وكيف يمكن استغلالها مع قفل نص ملعب. هم عندهم نقطتين ضعف واضحين جدا. يعني اول حاجه المشكله في العمق الدفاعي، ان الاثنين المساكين دول اللي هو هالات شواي اللي ناحيه اليمين ومخوانزي، الاثنين دول مشكله بطء جدا، بطاء. اي سهل جدا ان انت تضربهم باي تمرير طولي في ظهرهم. يعني النهارده محمد صلاح لو دخل لازم يخش ما بينهم، يخش ما بينهم وتتلعب له تمرير طولي. يعني احنا معانا برضو صور كربونا منتخب قدام مباراتهم قدام كوت ديفوار. اتلعبت، ادي الصوره اهي، الصوره اتلعبت. دي كانت التمريره قدام كوت ديفوار، لعبوها في ظهرهم. هم دايما بيلعبوا نوعا ما دفاع متقدم شويه. أيوه. فاتلعبت في ظهرهم، كان مهاجم كوت ديفوار راح انفراد، وبالتالي عندهم مشكله واضحه. النهارده ان شاء الله محمد صلاح يقدر ان هو، وتريزيجيه برضه في نفس الوقت، يعني تريزيجيه ناحيه اليمين يقدر ان هو يستغلها. اذا اهم الثغرات هي البطء في وسط السنتر باكس. الحاجه الثانيه الواضحه قوي، الباك اليمين مخيزي ده اكتر لاعب نقطه ضعف عندهم، اللي هو الباك اليمين. اكتر لاعب نقطه ضعف عندهم، ويعني ما بيعملش بلوك لما حد بيجي ناحيته. فتريزيجيه عنده فرصه كويسه جدا النهارده ان هو يكون يواصل تالقه، لان الباك اليمين عندهم ما بيعملش بلوك في الدور الدفاعي، التغطيه العكسيه بتاعته مش كويسه. معانا برضو صور، هنلاقي ان مخيزي نقطه ضعف واضحه، لان سهل جدا ان انت تعمل عرضيات من عنده. فالنهارده دور ايمن اشرف وتريزيجيه اهي، دي كوره مثلا، دي ثغره الجبهه اليمنى لمنتخب كوت ديفوار لمنتخب جنوب افريقيا. كوت ديفوار جابت من خلالها هدف، اتلعبت من وراه مخيزي واتعملت كوره عرضيه قدامنا على الشاشه اهي، وبالتالي مخيزي سهل جدا ان انت تستغل. الصوره اللي بعدها برضو ثغره الجبهه اليمنى، هنبص نلاقي ان هم عندهم ثغره واضحه في الباك اليمين، ده يعتبر اقل لاعب عندهم في الفرقه. يبقى لازم دلوقتي عبد الله السعيد لما يجي يبص ناحيه الشمال اكتر من ناحيه محمد صلاح. يبص دايما على خلف الثغره الواضحه عند تريزيجيه، الناحيه اليمين، وان محمد دايما اول ما يبقى عبد الله في رجله الكوره، او النني، او طارق حامد، غالبا عبد الله والنني هم اللي بيبقوا ماسكين الكوره، لازم يقطع ما بين الاثنين الاسطوبرين. تمام، مظبوط. دي نصيحتك اهم حاجتين، التمرير الطولي في ما بين قلبين الدفاع، الحاجه الثانيه ثغره الجبهه اليمنى، دي مهمه جدا. وفي حاجه مهمه ثالثه ملحوظه، ان في المباريات اللي اتلعبت في دور ال 16 ان في اخطاء دفاعيه سهله، الهوفاوات الدفاعيه هي الفرق بتجيب منها اهداف. يعني دي مش عايزين النهارده ان يكون في اخطاء دفاعيه، يكون في تركيز، يكون في تركيز جدا في التمرير، مش عايزين مس باص خالص. الشناوي مع حجازي مع محمود علاء اعتقد قفل الموضوع بشكل كبير. ده مهم جدا النهارده ان شاء الله. تمام. عموما هنكمل بعد بقى المباراه ان شاء الله، احمد هيقول لنا الاحصاءات اللي موجوده ليه
منتخبنا الوطني. ان شاء الله نكون فايزين بهذه المباراه وصعدنا لدور الثمانيه لملاقات منتخب نيجيريا ان شاء الله بعد المباراه. اشكرك شكرا جزيلا شكرا جدا وبالتوفيق لمنتخب مصر يا رب. ان شاء الله هنطلع فاصل او بلاش فاصل.